إن أخطر ما تتعرض له الأمة، أي أمة يا حسين، هو الفتن. في الفتن يموت من الأبرياء أضعاف ما يموت من المذنبين. ولكن يا أبا محمد، ما يفعل المرء إن وجد نفسه مرغما على الخوض فيها؟ الاستقرار يا أخي، الهدوء وضبط النفس والسعي إلى الجماعة، هذا هو الحل الدائم، الاستقرار. إن أعداء هذه الأمة عدوهم الأكبر هو استقرارنا، فعندما يعجزون عن الوقوف في وجه المسلمين لجأوا إلى المؤامرات وزرع الخلافات فيما بيننا كي يقوضوا ديننا من الداخل، فينشغل المسلمون عن هدفهم الحقيقي وهو نشر دين الله الحق بالخلافات والتنازع فيما بينهم. وهذا هو الحل الأنسب لعدوك، أن يبذل وسعه في تفريق من حولك لينقض عليك بعدها فرادة. لا فض فوك، هذا هو الحق. إلا ماذا؟ إلا أن رأيت تعديا على حدود الله، فهنا لا يجوز التهاون مهما كان. تذكر يا حسين ما فعله أبو بكر الصديق رحمه الله؟ رحمه الله. حين ارتد بعض الناس بعد وفاة جدي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الذين ارتدوا: أسقطوا عنا الزكاة نعود إلى الإسلام. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. رحم الله أبا بكر الصديق، أي حزم كان يمتلك. أجل يا أبا محمد، لا يجوز التهاون في حدود الله. درء الفتنة مقدم عليها، والاختلاف سنة كونية. ليست العبرة في أن نختلف، لكن العبرة كيف نختلف.